أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. كشفت اللجنة المالية النيابية عن وجود عدة أسباب مالية وفنية وسياسية أدت إلى تعطيل تنفيذ الموازنة للعام الحالي 2021. ورجح عضو اللجنة محمد الشبكي احتمالية وجود تعمد من قبل بعض المحافظات لعدم المصادقة على خطتها لدى وزارة التخطيط، وبالتالي إطلاق الأموال وتنفيذ الخطة المالية بسبب بعض الإشكالات السياسية. وأضاف الشبكي أن الإجراءات الروتينية ووجود طعن بعشر مواد في بداية إقرار الموازنة أسباب بررت للحكومة تلكؤها في المصادقة وتمرير الموازنة. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاده لبيع وشراء العملات الأجنبية لتصل إلى أكثر من 229 مليون دولار، وشهد مزاد البنك المركزي ارتفاعاً ملحوظاً في مبيعاته بنسبة تصل إلى 9.5%، وبسعر صرف بلغ 1460 ديناراً لكل دولار واحد. وذهبت المشتريات البالغة أكثر من 180 مليوناً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 48 مليوناً و640 ألف دولار بشكل نقدي. قالت مصادر صحفية أن حكومة الكاظمي وقعت على عقد لتصدير مليون طن من المحروقات إلى لبنان. وقال وزير الطاقة اللبناني ريمون خجر إن لبنان يعتزم تقديم خدمات للعراق في المقابل دون الخوض في التفاصيل. بينما كشفت وسائل إعلام محلية أن العراق سيستفيد من الخدمات الصحية والاستشارات الزراعية اللبنانية. وأعلنت الحكومة حكومة الكاظمي في وقت سابق عن خطة لدعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم من 500 ألف طن إلى مليون طن. أظهرت إدارة الجمارك الصينية تراجع صادرات العراق النفطية إلى الصين بنسبة بلغت أكثر من 40% خلال عام كامل. وأقالت الإدارة في إحصائية إن العراق صدر خلال حزيران الماضي 24,850,000 برميل شهريا بانخفاض بلغ 40.9% عن شهر حزيران من العام السابق. وأضافت أن الصادرات النفطية في شهر حزيران تراجعت أيضا هي الأخرى عن شهر آيار من العام الحالي بنسبة 20.18%. وأشارت الجمارك الصينية إلى أن مركز العراق في صادراته النفطية إلى الصين تراجع إلى المركز الخامس في شهر حزيران بعد أن كان في المركز الثالث. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ببداية تعاملات جلسة الأحد أول تعاملاتها مع عطلة عيد الأضحى، وربح رأس المال السوقي 7.5 مليارات جنيه عند 692 مليار جنيه مقابل مستوى 685 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة AGX 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.87% عند مستوى 2556 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.69% عند مستوى 3527 نقطة. إلى اللقاء.